مشاهدي ومتابعي منبر فاس نيوز، مرحبا بكم. اليوم بتاريخ 3 نوفمبر 2021 وبالضبط على الساعة 1 بعد الزوال، استوديو فاس نيوز كيستقبل السي الهادي الحاجي مواطن مدينة فاس اللي غادي يحكي لنا القصة ديالو اللي وقعت سنة 1972. سي الهادي الكلمة لك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الهادي الحاجي، خلق في عام 1950 مدينة فاس، حاجي من وطاط الحاج، عمل ميسور من ولاد بوكيس. أنا القصة ديالي وهو واحد النهار عرضوا عليا الناس العائلة ديالي لواحد السبوع، ومشيت لذاك السبوع أيها الناس من الناس. ملي دوزت هذاك السبوع درت صعوب الليل، خرجت أنا والجوجة ديالي، الجوجة ديالي بنت خالي وخالي عسكري في عين قادوس سميتو عبد الرحمن العلوي، تزوجت بيها وخرجت أنا وياها، خديتها بست شهور، كانت محولة من ست شهور، وخرجت أنا وياها من داك السبوع مع تسعود لي وغادي بحالتي للدار سيدي بوجيدة جنان بوطاعة. ملي وصلت لسيدي بوجيدة خرجت فيا عصابة من ثلاثة ديال الأشخاص كلهم بجناوة، زولوا لي المرأة وهربت أنا من الموس، وتبعني واحد تيشير عليا بالموس، وجوج داو المرأة. بقيت أنا تنشوف هاك وهاك على شي حجرة ولا شي حاجة باش نفك راسي من هذاك اللي تيشير عليا بالموس، هو تيبان لي طيود البوطة فيه شي متر، بان لي داك الطيود البوطة، مشيت تنجري لفتو، بقيت تنتشاير أنا وياه به، وربي تيحكم فيه، وتنضربو لوجهو بداك الطيود، طاح للأرض وطلق الموس، رفدت أنا الموس ونت تنجري موراه مور الآخرين اللي داو المرأة، مشيت تنجري لقيتهم هبطو لواحد الجنان، بجنان بوطاعة. هو تغيب شوية وتنتحسس تنتصنت فينا اتجاه كاينين، وانا نسمع واحد الصوت ما عندي ما نكمل لكم في هذا الصوت. ملي شفت بنادم تميت غادي بشوية وغير رفعتهم من فوق المرا ووعرت فيه الموس، داك الموس اللي طاح لهذاك اللي ضربته بالتيو، وعرت فيه داك الموس وميلته على المرا وسبقت على الاخر هرب، ما في الدين رفت مرتي وطلقت داك الموس وهربت بيه حالتي ومشيت للدار، وقلت للمرا واعيه كي تقولي هاد الهضره جمع الخوت. دخلنا للدار ما بغاش يديني الناس، لا انا لا هي، ليله كلها الا تبدا يفجر الحال وصبح الحال. قلت والله تنوض نمشي نشوف شنو وقع. ملي نضت ومشيت لقيت طبيب البوليس ولابيلانس والناس مجوقه وهما طول جنان يطلعوه، وطلعوه وداروه في لابيلانس وداوه صوروه تما وطلعوه داوه. وليت انا للدار قلت هاد المرأة، قلت لها صافي انا غادي نقولها لمي ولبا ولكلشي وغادي نمشي نقدم راسي قبل ما يمشيو يقبضوني ويقول لك هربت ولا شي حاجة او تخبعت، اللي ليها ليها، كتب عليا الله هادشي باش نقدم راسي للبوليس. دخلت عند امي وعند با قلت لهم انا البارح في الليل قتلت روحي، اشنو وقع لي اشنو وقع لي اشنو وقع لي، ودابا راني قتلت روحي ودابا راني غادي نمشي نقدم راسي، ودابا بلا ما تخافوا بلا ما تدهشوا تنمشي تنقدم راسي. مع 11 النهار دخلت عند البوليس قلت لهم انا اللي قتلت ديك الروح اللي طاحت بوطاعة اللي لقيته في الجنان وطلعتوها هاد الصباح. قال لي تتكذب، قلت له والله ما تنقول لك الا المعقول، انا اللي قتلت هذيك الروح.
قال لي ما عندي ما نسالك، سيرت قعد رافاي مزيان. قال لي هاد الليله غادي تمشي تنعس وغدا ان شاء الله غادي نهبطوك نصوروك كما تورينا كما قتلتيها، وبعد غدا ان شاء الله غنكتبو لك الرابول ونصيبطوك بحالك، ما عندنا ما نديرو بيك. لغدا تيهبطوني صوروني، صوروني كيفاش ضربت السيد بالتيو، وصوروني كيفاش قتلت السيد فوق المرأة، وصوروني كيفاش سبقت على هذاك وهرب، وبالتالي ديت المرأة وفقت الموت. صوروني هاد التصاور كلهم، وكيدو له حاضر تيشوف بعينهم، وطلعوني للكوميسارية. مشيت بت السنترال، أرن السيد اللي قتلت أنا عندو عمو تيسوق كاميو ليسانس، صديق الروح للروح هو والبوليس اللي أنا عندهم، صديق الروح للروح. تلاقاو ديك العشية في البار تيسكرو، قال أنا ولد خاي مات البارح بالليل قتلو شي واحد، قال راه عندنا، قال إلا عندكم أنا بغيت هذاك خي تنتقمو لي منو، تنتقمو لي منو، راه ضيعني بولد خاي. تيجي ولا غدا البوليس اللي قال لي غادي نكتب لك الرابول وغادي نصيفطك لك الدولة. جاوني بصفة أخرى مبدلة على الهضرة اللي قالوا لي البارح، قال لهم الشاف كتبوا له الرابول ديالو والأقوال ديالو، قال غادي نكتبوا له حنا الرابول والأقوال ويكون قاتل شي روح أخرى. عاود قال بيناتكم، قال هز ديك الخنشة وهبط، تيهبطوني لكن ربطوني واحد الربطة ما عندي ما نقولكم، هكا هكا يديا هكا مكتفين وحديدة داخلة لي من لهنا وخارجة لي من لهنا، من هاد الجيه ومن هاد الجيه، وصبعان رجلي الكبار مربوطين بجوج هكا، وهزوني من هاد الحديدة من لهنا ومن لهنا وحطوني على الطبالي، ولاو رجلي دايرين هكا واحد من هنا واحد من هنا بالكراوي. هلكوني في العصا، هلكوني بصحتي. تنقول لهم الروح كيفاش قتلت، تيقولوا لي لا ماشي هكاك، هذا الروح اللي ميته ما ميتش بالطريقه اللي قلت. عاود تنقول لهم طريقه اخرى، تيقول لك لا ماشي هكا، ميته بطريقه اخرى ماشي بالطريقه، خصك تقول لنا الطريقه باش قتلت. وهم ما بغاوش باش نوريهم كيفاش قتلت ولا كيفاش كدا، ولكن بغاو يقتلوني انا، الوصايا اللي موصينا عليا بغاو يطحنوني، وفعلا هلكوني بصحتي. 12 يوم وانا في العصا، رجليا ولاو يسيلو بالدم، تنفخو وطرطقو وتنفخو وطرطقو، وبالتالي ولاو يسيلو بالدم هنا بين صبعاني، يدي تعوجو هكا ما بقيتش نقد نسرح يدي بديك الحديده، نزل لي على يدي وتقول كله عليا من زول على يدي نزل، وانا رجلي هكا وتقول نزل لي على يدي 12 يوم وانا في هاد العصا. الا تهلكوني ما بقيت نقد لا نمشي ولا نجي ولا نتقعد ولا نوض. وفي اخرها قال لهم بغيت نشوف بعيني هذا اللي قتل لي ولد خالي، بغيت نشوفه بعيني. جابوه مع الجوج لابيجي، كانت في الأطلس، لابيجي كانت في الأطلس، لابيجي الرافان سميتها الرافان، الرافان. نذكروا المشاهدين ديالنا بأن السيل هادي الحاجي كيعاود لنا القصة ديالو، كيفاش كان خارج بالليل هو والزوجة ديالو سنة 1972 شهر 6 مع التاسعة ليلا حدا سيدي بوجيده، وتعرضوا له ثلاثة أشخاص اختطفوا له المرأة ديالو، بقى كيقاوم مع واحد الشخص واحد، هذاك الشخص واحد استطاع يتغلب عليه وخدا له السلاح الابيض ديالو، وتبع مشى خلط كيقلب على الزوجه ديالو اللي اختطفوا هذيك جوج الناس، ولقاهم في واحد الوضعيه يعني مخله بالادب داكشي اللي كانوا كيديروا، واحد الوضعيه وقبط ودافع على نفسه وعلى مرته، يعني بحال اللي عاودنا على اللسان ديالو، جات على اللسان ديالو
بان قام بغرز ذاك السلاح الابيض في الرقبه هنا في العنق ديال ذاك السيد وحرر الزوجه ديالو ذاك المغتصبين ديالو اللي خطفوا المراه ديالو. من بعد لا غدا مشى عند الامن وقدم نفسه قال لهم انا راه ولد ذاك المشكل وها القصه كي وقعت ها القصه الا ان مجريات القصه ومجريات البحث تبدلات كما شفتوا على اللسان ديالو ملي هبطوه للكوميساريه ديال الرافان اللي كانت في فاس معروفه الكوميساريه ديال الرافان كانت شارع السلاوي قبلت يعني قبلت الواد كيعطوا لك الكوميساريه ديال الرافان. الان غادي نكملوا مع السيد هادي عاودنا ملي كان تحت في لاكاب وكان كياكل العصاره اللي قال على اللسان ديالو. كملنا السيد هادي كمل المشاهدين ديالو. حتى من المراه ديالي جات باش ديكلاري باش تعاود وسبقوا عليها وقالوا لها الا عاود وليتي غادي ندفعوك معاه للحبس نديوك معاه الا عاود وليتي. مشات هذيك لرجع اختي ناد ضحات المراه قالت لها خرجي علينا خاي مشى للحبس تي خرجي علينا. قالت لها امي لا ما تضحيهاش خليها تولد حتى تولد عاد نضحيوها باش تبقى البنت هنا ولا الولد هنا. وقال لهم بغيت نشوفه بعيني وانا في لبيج وجابوه مع الجوج النهار هذيك الساعة تتكون مشاو يتغداو وجاو بكري شوية ودخلوا عليا وانا نعس هكا نشكي على الباب رجليتي حرقوني يدي عيوي كل شيء فيا تيزح وانا نسمع الباب تتحل القلب ديالي غادي يخرج من صدري بقوت الدري بالخوف قلت عاود جايين يعطوني شي قتله قلبي غادي يطرطق بالخلع. ملي حلوا الباب تيبانوا لي داخلين انا تقعدت هكا السيد اللي بغى يشوفني اول ما شافني هز الصباط وهبط عليا بالصباط عندو صفيحة اللور تيهر تيفلقني ضربني لهنا فلقني قدم مهود. البوليس قالوا له لا علاش دير هادشي علاش حنا جبناك تشوفو ماشي جبناك تضربو دفعوه خرجوه داوه قالوا له علاش اصاحبي ماشي هكا دير علاش درتي احشوم عليك درتي لنا المشاكل هادي وخرجوه. جابو جوج دراري قالوا لهم غسلوا له راسو غسلوا لي راسي من داك الدم ردوني للسيد. لا غدا مشيت للسنترال اللي هي في شارع محمد الخامس تنباتو تم سنترال البوليس. لا غدا ردوني في الصباح وجا عندي بوليسي جايب لي تريكو قميجه وسروال قال لي بدل دوك الحوايج لان دوك الحوايج كرفسو بالدم قال لي بدلهم وجول هادو واخا ودار فيا قال لي ولدي دابا من هاد الساعة ما غاديش تعاود تسوق البلاصة والله ما غادي يعاودو ضربوك. قلت له الله يجازيك بخير وفعلا ديك التفليقة جابت لي العفو من العصا ما بقيتش ناكل العصا. دوزت 12 يوم دالعصا وزادوني 14 يوم راحة عندهم غير من الكوميسارية سنترال لبيجي من لابيجي الكوميساريه سنترال 14 يوم الا حتى درت 26 يوم. نهار 25 عيط لي الشاب قال لهم كتبوا له الراب كتبوا الراب والله ما عرفت شنو داروا فيه ولا عرفت زيد سنية انا يدي عيوج باش غادي نسني قبض لي يدي هكا صبعي وبرك لي على المداد وداروا في الدوسي وسنيا لي الدوسي وداوني عندو كي الدولة بيدي عيوج هكا. شنو دايرين في داك الدوسي دايرين بأن قتلت روح على باغية بنت الشارع ما كان لا مرا لا والو على مرا على بنت قتلت روح وعاد زايدين لي في الهضرة ما نعرفش بحال داكشي ديال محاولة القتل والترصد وكذا دايرين لي بداك الدوسي واحد البلعات تخربيق اللي ما قريتو انا ما عرفتو. اول ما وصلت عندو كي الدولة قال لي انت قتل روح هذا كذا وكذا قتلتي. قلت له لا نعم سيدي انا قاتل على مرتي
الواقع الواقع. قال لي هنا ما داير لك الامر هذا، قلت له هذا الشيء اللي عطى الله، انا على امر في راني قدام خطت تواصلتني لقاضي التحقيق وكذلك قاضي التحقيق، طمت معاه وعييت معاه وهو سيردني. المرأة ديالي سبقوا عليها اختي، ومن اللي سبقوا عليها حتى ولدت، وسبقوا عليها ولدت بنيتها، مشات ورصت واحد الدار واحد عائله في الطلعه، ماشي في الطلعه، باب القيسه، فندق اليهودي باب القيسه، رصت واحد الدار داخلها رياض، فيها الرياض، ومشات لديك الدار وقالت لهم انا شنو وقع لي شنو وقع لي وعندي بنيتها. قالوا لها سيري جيبي بنيتك واجي تقعدي معانا. تجي تتحضيهم تخرجوا تدخل تتسرق البنت وتتمشي بها لديك الدار وقعدت عندهم، بقات معاهم. ثلاثة هاد المرات جات عندي هي وهاد مولاتها الدار اللي هي عندها، جاو عندي للحبس وجابوا لي البانوار. وتتقول لي ديك المرأة مرتك هي عندنا وما تخاف والو، تفرج عليك الله والبنت ديالك راه تتكبر، الله يجزيكم بخير. ثلاثة هاد المرات قطعت الحبس، ما بقيتش نعرف المرأة فين هي، ما بقاتش تجي، ما بقاتش تجي نهائي. انا دوزت المصير ديالي، بغيت نحماق غير علاش المرأة ما بغاتش تجي، وشنو وقع والبنت شنو وقع لها، وعندها كي تكون وقعت لها شي حاجة. وهي قالت لي انا راني غير متعلمة، بقيت راب لها الدبيلة في الحبس. الحبس ديالي دوزته كله بقصة غير على المرأة وعلى البنت، وما تيجيوش عندي. قاضي التحقيق كنت قلت له انا نعيط لك المراه وجيبها وعيط لها وسولها، ولا ودن تسمعني ولا ودن تسمعني، وتقول قابض لي غير في الهضره ديالو اللي كاتبين البوليس. انا تنقول له على مرتي وتيقول لي على باغيه. دوزت هاد المده عامين تنهبط للمحكمة، على الطولي غادي نتحكم. ملي هبطوني للمحكمة اللي غادي يحكم عليا هو عبد الصمد، الرئيس عبد الصمد حكم عليا في المحكمة اللي هي دابا لابيجي، هي البطحة اللي فيها الكوميسارية دابا في البطحة، هاديك راه كانت محكمة تما تحكمت. 10 سنين اول ما عطاني 10 سنين تخلعني، تزعزعت بيا الارض، ما في الدين اللي مشيت تنجري، وضربت راسي بداك بداك المنصه اللي هو واقف فيها بداك الخشب، عاود فلقت راسي. ملي تفلقت وطحت قبضت في الكرسي، بقاو البوليس معايا تيزولوا لي يدي باش يزولوني، ما بغيتش نطلق من داك الكرسي. تهبطوا كي الدولة. الله ولدي مالك علاش درتي هادشي لراسك؟ قلت له ما كاين حق، ما كاين والو. قال لي مازالك السيناف ومازال نقطوا الابرام ويقدر يخفولك بلا ما دير هادشي، وبقى عليا بالهضرة تقنعني. وطلعت للصابر، طلعوني للحبس. لا غدا في الصباح هادو كي الدولة اللي قال لي عندك نقطو الابرام ومازال يكون الخير، صيفط لي 15 يوم لكاشو. لا غدا في الصباح جاو مورايا هزوني داوني لكاشو 15 يوم دوز ديال الكاشو، ضمن واحد وين خرجت من الكاشو دوز 6 ايام هزوني ترانسفير، جا الكار هزوني ترانسفير بتفوطيطه ليله باساج مو غير موقف. لا غدا هزونا داونا للقنيطرة، حبس العواد في القنيطرة ماشي سنترال، حبس العواد حبس صغير، بت فيه يومين. عاود هزوني من تم العلو في الرباط واحد عقبة طالع، هزو غير شي مشاجن ومن تما الدار البيضاء.
قعدت في حبس كازا 8 أيام، وأنا قعدت تما ببصلي. ترجع الكار عاود، وعاود هزوني من الدار البيضاء لمراكش. بت في مراكش ليلة، ومن مراكش هزوني لصويرة. صويرة حبس لا ديسيبلين، حبس مزير، حبس العصا، وحبس اللي هو تيقول انا وانا تما تيهردو. سي الهادي، شكرا الله. احد المشاهدين ديالنا قال قل له شنو هو الكاشو، كيفاش كي الاجواء في الكاشو؟ شنو هو الكاشو؟ فسر لنا شنو هو الكاشو. الكاشو يا سيدي وهو سيلون صغير ومظلام، ولكن الخصوصيه ديال الكاشو تيعطيوك الكسوه ديال الحبس، ولكن مقطع من هنا السروال غير حد هنا، الفيستا ديالو غير من هنا وبلا صدايف، خصك ديرها هكا باش تقبضها، وبلا كمام مقطعين ومقطعة من اللور، والسروال كله مقطع، ولكن ينسى حد هنايا مشرق، هادو هما الكسوة ديال الكاشو، كاشو سيلون بوحدك مفرد، الظلام ما تكمي ما الماكلة صافي. ما فيه لا شرجم لا حتى حاجه، لا شرجم لا والو. شحال فيه متر على متر؟ شحال فيه متر على متر؟ شحال فيه؟ فيه 2 متر على 3 متر. ما كتشد سحب، ما كتهضر مع حتى واحد، والو والو، حتى لا كور. الا بغيتي يخرجوك لا كور تيدورو كي واحد الدوره ويعاودو يردوك بوحدك. شحال كنتي فيه المده؟ شحال؟ 15 يوم اللي دوز ديال الكاش. 15 يوم 15 يوم كملنا من بعد. كنتي في الصويره؟ كمل المشاهدين. كنتي في الصويره؟ قلت لك حبس لا ديسيبلين بمعنى الكلمه الزيار، الزيار المعقول. وصبرت لهذا الزيار وحمدت الله وشكرته وقلت اللهم لك الحمد على كل حال، هادشي لا قدر عليا الله. جوج الناس تما كلاو المسامر وماتوا، ماتوا. واحد قطع يدو في المنشار، قطع طارت في البلاصه، في البلاصه طارت ولد كازا، اقسم بالله الا في البلاصه. شمن عام هذا كان؟ شمن عام؟ شمن عام؟ 75 74 مشي 76 76 في الحبس ديال الصويره. مشي 76 زيد كمل السيد هادي ديال الناس. 77 77 77 بالضبط. يعني كنت مدوز 5 سنين الحبس ديك الساعه، مدوز 5 سنين، نص العقوبه ديالك مدوزها دابا. حكموا عليك ب10 انت دوزت 5. لا دوزت عامين في عين قادوس. نعم. ودوزت 4 سنين في صويرة. هي 6 سنين. 6 سنين. قول 5 سنين ديك الساعة. 5 سنين هي. جوج واحد قطع يدو، أقسم بالله إلا قطع يدو، باز في المنشار وطيح رفعين وخرج شي يجري بلا يد. بقوة الزيار اللي كاين في ذاك الحبس. لكن واحد النهار جاب الله الفرج. وجا واحد دوكالو وقال لك انا غادي نحل الحبس وغادي نرد لكم الدنيا مزيانه بخير وعلى خير، ودار الكره ودار هادي ودار الصنعه ودار القرايه. مشيت انا للقرايه، القرايه قال لي قاري يجي يدوز غير الامتحان ونهزوه نديوه لكازا. مشيت دوز الامتحان، نجحت في الشهاده الابتدائيه، هزوني من صويره للدار البيضاء. هزوني من صويره للدار البيضاء، تنقعد في الدار البيضاء مدة ديال 2 عام و4 شهور، دوزت 2 عام في القراية، 2 عام و4 شهور، تما دوزتها مزيانة بعدا شوية مع الدراري ولاد كازا وكذا بخير وعلى خير، دوزتها، بقات لي 20 شهر، درنا حفلة في المدرسة ديال سالات المدرسة القراية، 3 شهور، درنا حفلة. حضروا فيها مدير العام ديال إدارة الشجون، جوج، واحد قديم واحد دخل جديد، القديم غادي قدم السلطة لهذاك، وجا لعندنا تما داروا هذا الاحتفال في المدرسة، درنا حفلة، وجا المدير العام القديم قال لك أنا ساليت مدير العام ديالي، ها المدير العام الجديد اللي غادي يولي، تما نعرف المدير العام،
تنزيد عن دور غمشو الله يجزيك بخير. انا جيت دابا 6 سنين و 8 سنين مشت والديا، ودابا الله يرحم الوالدين الا بغيت غير نقرب لعند والديا كما الله نشوفهم. سيسيفني لوطيطة، جيت لوطيطة سيدي قاسم قالت لي 20 شهر. جيت لوطيطة قال غادي نديرو لك كذا ما كذا، قلت لهم لا انا بغيت نخرج نخدم، انا 8 سنين وانا غير داخل، خصني نخرج نشم الهواء ونخدم وكذا. يعني السي الهادي شحال خلص عمرك من دخلت للحبس؟ شحال كان في عمرك؟ 22 22 عام دوزت 8 سنين ولا عمرك 30 عام 30 سنة؟ دوزت 10 سنين 10 10 10 خرجت 32 عام في عمري 32 عام. وانا كنت في وطيطة دوزت 8 سنين يعني كانت 30 عام، 30 عمرك عزتي عامين من بعد باش خرجت فيها. فوطيطة كانت 30 يعني الزيارة ما كان كيشوفك حد، ما كان كيشوفك ما عرفتش. جاو عندي لوطيطة رجعوا عندك قربتي العائلة ديالك؟ جات عندي اختي لوطيطة وخاي، واحد خاي بيت ديال النصارى، دابا نعاود لكم الفيديو ديالو حتى هو. جاو لعندي وجابوا لي بانوار وجاب لي واحد الصباط طويل بحال دوك ديال الموالي اللي تينقزوا على بالخيل، دوك الصباط الطويل هذا بقول بعثوا لواحد الحارس تما تيركبوه مع الخيل تما فوطيطة بعثوا له. حبس فوطيطة كانوا كيعطوه حبس فلاحي واخيلا؟ حبس فلاحي. حبس فلاحي فلاحي. واحد النهار هذيك الطيطة شنو غادي يوقع فيها؟ 7 ديال الدراري تفاهموا غادي يهربوا لي بازيون، بغاو يهربوا، نادو لبسو كيطماط من تحت وتريكو بيض من الفوق ولبسو الكسوة ديال الحبس وخرجوا مع المشاجر ودايرين طيرمو فيها القهوة حليب ودايرين فيها القرقوبي وخرجوا مع شوف شانتي ديالهم. ملي وصلوا للبلاد اللي تيخدموا فيها عطاو شوف شانتي يشرب قهوه وعطاو شي حليوات معاهم ما كرشاوه غير يعطيهم تما الحراس يعطيهم، عطاوه شرب نعام سيدي كوخ هو كوخ هما بداو تيتسلتوا بالواحد بالواحد، واللي بعد تيزول الكسوه ويزيد، اللي بعد تيزول الكسوه ويزيد، تهربوا بسبعة. دارت 12 ضربت الزواقة ديال الحبس بأن تقول الشوانط كل شي يجي كل شانطي تيرفد صحابو تيتم غادي للحبس، دخلوا الشوانط بقى شانطي ما جاش. قال فين الشانطي الفلان الفلاني ديال الحارس الفلان الفلاني؟ قالنا مشاو بلاند روفر تيلقاو الشانطي كاع ديال المشاجن والحارس مكوخ ناعس. جاو لعندهم مالكم؟ قال يا سيدي الحارس ناعس وما نعرف شنو كاين. مشاو في قوس قاعد ما تقعد حسبوا الشانطي تلقاو 7 ناقصين. قال انت كدا نعسو؟ قال ما عرفت انا شنو. تينوضو تيعلمو مكناس، علمو مكناس تيسيفطو طيارة ليليكوبتير ديال الدرك جات للحبس. وجاو فيها شي 8 ديال الدارك ومعاهم جوج الكلاب شامبوليس، ونزلو في وسط الحبس ومشاو للبلايص ديال دوك خياتنا وشمشمو عليهم بالريحه وركبو عاود في الطياره وطلعو بدوك الجبال. المهم جابو 6 وواحد هرب، واحد ما قبضوش و6 ردوهم. ملي ردو دوك 6 دارو لهم واحد العذاب ما يديرهاش حتى فرعون. فرعون في يومه ما كانش يدير ذاك العذاب اللي داروا له، زبطوهم والبرد وحد وكتفوهم بالسلك من يديهم من اللور ومن رجليهم وخلاهم قاعدين في الارض وهم مربوطين بالسلك 3 ايام. تولاو يغوتوا بالبكاء بقوت الحريق وهي تتنوض واحد الثوره على ديك العصا وعلى داكشي، تنوض صورة في الحبس، تينوضو المشاجم كاملين، فم واحد، تيصيفطو القوة تجي من مكناس، غير الدرك الملكي، المشاجم شدو على روسهم، شدو البيبان على روسهم،
باش ما يدخلوش عندهم الحراس ولا باش دوهم بالناموسيات، لان عندنا الناموسيات واحد لتحت واحد لفوق جوج، واحد لتحت جابوا دوك الناموسيات وبركوا الباب الى حتى الطرف وشدوا البيبان وبقاو تيعيطوا غير وكيل مدير العام وزير العام، شفنا وزير العام ومدير العام بقاو شادين الحبس هكاك القوه على برا شويه دخلوا عندنا دوك القوه بالدرقات ودوك الدرقات مزوقين فيهم بحال الفراشات بحال داكشي مزوق وهم وعندهم شي متريات وفي الراس ديالهم واحد القنبوله ديال الدخان قالوا الله اعلم. المهم شافونا شادين على روسنا المشاجن عاود ولاو خرجوا بحالهم قالوا هادو ما دايرينش الفوضى هادو تيطالبوا حطو. جا المدير العام، جا المدير العام هدل الحبس هدلهم وقال لهم العصا ما غاديش تبقى من الان ما تعاودوش تشوفوا العصا وهدل الحبس ومشى بحالهم. لكن المشاجن ما مزيانينش دوزو ما كاين الشهر عاودو ما يديرو فوضى اخرى. وانا شحال بقالي؟ قالت لي يا عباد الله شي 20 يوم ولا 15 يوم ولا هكا وغادي نخرج بحالي وما تيديرو فوضى اخرى. هربت راسي للتيساع ما تنداخل ما تنهضر مع احد ما تنتكلم مع احد، خليت اللي بغى يحيا حيا حيا واللي بغى يندب يندب. المهم انا ما بقى لي حبس ما نهضر ما نتكلم، بقيت مكون وفعلا درت الخير في راسي. فالتالي تقبضوا بهم بالقوه ودخلوهم بالقوه وقبضوا هذوك الفراعنه اللي كانوا تينوضوا الحبس بالقوه وداوهم وزادوهم الحبس. وانا ربي حفظني ما هضرت ما تكلمت ما وسكت. جاني لا كلاس خش بحال تعرضت لي اختي وراجلها. شمن عام خرجتي من الحبس ديال الزيطه؟ شمن عام 1982. يعني كانت في العمر ديالك 32 سنه. 32 سنه وشنو نقصولي؟ شحال نقصولي؟ نقصولي 6 ايام. 6 ايام نقصولك من 6 ايام لان الكوميساريه صيفطوني عنده كي الدوله نهار 26 شهر 6 72 دخلت عنده كي الدوله. خرجت من الحبس نهار 20 في شهر 6 82 نقصوا لي 6 ايام اللي نقصوا. واللي انت بقيتي عندهم تما في الكوميساريه في لاكاب لتحت عرضوك للعنف عرضوك للضرب والتعذيب وخلاوك تما كتبريتي شويه عاد سبتوني تبريت عاد سبتوني الدوله ما يقولوش خذوا منك الاعتراف بالعصا وكذا تبريت من رجلي وكذا عاد سبتوني. يعني بغيت نقول لك هذه المده كلها خليتي الزوجه ديالك محوله وولدات شتي البنيته ديالك شتيها؟ شتها مره واحده. شمن سنه شتيها؟ شتها جابتها لي للحبس. شمن سنه؟ 73. كانت عمرها عام البنت ديالك واقيلا ولا شي حاجه؟ كانت يلاه شي 6 شهور. شي 6 شهور؟ هذيك هي اول واخر خطا كنت اول مره شتها اخر ملي خرجتي سنه 82 يعني خرجتي ما لقيتهاش خرجتي الدنيا تبدلت عليك كل 10 سنين ما شو انا جاي عاود من بعد ما خرجت من الحبس لقاتني اختي قلت لها ونودي يلا نمشيو بحالنا. قلت لك عاين نتسنى واحد المراه راه جات معنا في الطاكسي حتى هي تولي معنا بقيت نتسناها شويه هو خرج دو قالون خرج عندي قال لي هادي يلا مازال شي اجراءات تنولي معاه. ملي وليت معاه قال لي عندك المنفى 5 سنين ديال المنفى زادها لي الرئيس وانا ما سمعتهاش فوق زادها لي ملي ضربت راسي زادني 5 سنين ديال المنفى زادوني ديك المنفى قال لي عندك المنفى غادي نديوك للكوميساريه الكوميساريه غادي تدي معك اجراءات دير معك اجراءات تنمشي للكوميساريه انا وياهم. قلت له سير سيفط اختي تمشي تسبقني على ما نتبعوه. مشى قال لاختي سيري تبقاي للكوميساريه احنا جايين للكوميساريه. وصلوا للكوميساريه وانا خرجت بنهار الحد بنهار الحد خرجت ومشينا للكوميساريه. شنو غادي يقول الكوميساريه؟ السلام عليكم لقينا
جوج البوليس الأحزاب وواحد سيفيل أو جوج. السلام عليكم. وعليكم السلام. هاد السيد سيدي عنده المنفى ها هو، حنا راه سالا الحبس ديالو دابا هو عندكم هاكو. قال ما كاين حتى واحد هنا بالكوميسارية، وتقول حتى شي واحد لا اللي غادي يكتب له ولا اللي غادي يصوب له ولا والو. دابا سيرو ردوا عندكم حتى الغدا وجيبوه. قال حنا ما نقدوش ردوه حتى دقيقة. قال حتى حنا ما نقدوش نقعدوه هنا حتى دقيقة. إوا شنو المعمول؟ قال المعمول فوقو يمشي بحالاتو. عيط لي واحد الحنشة قال لي شوف ولدي سير دابا شوف عائلتك وكدا، وغدا إن شاء الله يجي يصوبوا لك إجراءات وهذا. دوز معاهم ثلاث أيام وولي تنمشي بحالاتي. خرج ملي خرجت شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى المرا طرقت فيها بوطا عند دوك الناس وتحرقت في الجسد ديالها، وهزوها داوها للسبيطار دار مهراز شهور ويا في السبيطار تداوها من داك الحريق، وهزوا لها البنت وهربوا ورحلوا وما بقاوش في ديك الدار، ما بقاوش في ديك الدار نهائي. وملي برات هي جات تتقلب ما لقاتش، بغات تحماق، ما بغاتش تقعد من داك الحي، تمشي تسول البقال، تسول مول الشفنج، تسول هذا تسول هذا تسول على بمالين ديك الدار. الا حتى تالي الليل وهي تتقلب هما تيتقبضوا بها احباب الله ديال تالي الليل اللي علموها تكمي وعلموها تسكر وعلموها الفالات، وما خلوا بها لا محطات ولا روضات، وهلكوها بصحتها الى حتى ماتت بين الروضات والمحطات وقتلوها. كيف يقولوا الله هاد الناس اللي الدولة بنتها اللي اتزحت البوطة بدارهم وما حنوش عليها ويخليو لها بنتها؟ كيف تقولوا الله؟ كيف غتقولوا الله على ديك البنت اللي حرمتو امها منها وحرمتوني حتى انا منها؟ ها الا درتو فيها الخير الله يجازيكم بخير، إلا درتو فيها الخير الله يجازيكم بخير، ولكن مهارة ما درتوش فيها الخير راكم تعديتو عليها وتكرفتو عليها ومحنتوها. كيف تقولوا الله؟ هلكوني ولاد فاس وكملوا عليا البوليس دفاس وحقي عند الله هذا هو وعند جلالة الملك. إلا كان يسمعني جلالة الملك هو يفدي لي الضن اللي في قلبي. انا امي تتنعس حماقت ملي مشيت انا للحبس، امي حماقت تهزت عقلها ما بقى يقبلها حتى واحد يقعد عنده، لان تتغوت بالليل تتهدر بالليل هي تتنعس في الشارع. حياتها كلها دوزتها في الشارع. الله من هذا منكر، الله من هذا منكر. حتى واحد هاي اللي هو كان قيد من سارة، دابا نعاود لكم القصة ديالو وتسمعوا شنو وقع له حتى هو اللي كان معاون ديك امو. واللي غادي نقول لكم تنطلب من الله ومن المحسنين يشوفوا من حالي ومن جلالة الملك الله ينصر يشوف من حالي. سي هاني في البيتة ديالك واش لقيتيها ولا تلاقيتيها ولا مازال ما لقيتها؟ ما شفتها مريم من عام 1973 باش شفتها بالحبس، جابتها لي شفتها مره واحده. من ذاك الوقت ما عمرك شفتها؟ من ذاك الوقت ما عمرك. مازال دابا كتقلب عليها؟ مازال دابا تنقلب عليها وتنرغب هذوك الناس وديك العائله. فين كانت هذه العائله؟ فين البلاصه كانت ساكنه هذه العائله؟ كانت ساكنه في باب القيسه فندق اليهودي. سميتها ما عرفتش؟ ما نعرف. انا خاي مشى لها عندها هو امي ولكن كان صغير، قال لك دخلت ولقيناها تترش داك الرياض بالتيو والبنت عندها في المهد. خاي قالها، قال لك مشينا عندها للرياض لذاك فندق اليهودي ودخلنا عندها للرياض وهي تترش بالتيو والبنت في المهد. ولكن مشيت شو قلت ديك الدنيا كلها ما تنعرف ديك العائله، ما تنعرف سميتها، ما تنعرف
تحيه. نذكر المشاهدين ديالنا بان الرقم ديال السيل هادي هو هذا، الرقم ديال السيل هادي هو هذا اللي نوريكم. انا نفتح عليكم الرقم ديال السيل هادي 06 49 82 38 01 06 49 82 38 01. اللي كيعرف شي حاجه ولا شي معلومه على هاد العائله هادي اللي كانت ساكنه في باب الجيزه في الرياض اليهودي، يتصل بالسيل هادي. السيل هادي الحاج يتصل بها، هي النمره كاينه على المباشر. راه باغي يشوف البنيته ديالو، راه مين شافها معاه دابا تقريبا هادي راه 50 سنه، يعني 50 سنه شافها ملي كانت عمرها عام، هو كان في السجن في ذاك الوقت، باغي يشوف البنيته ديالو. وديها تا يترحم على يماها، تشوف القبر ديال يماها. واني ما عمر عاود شافها، ما عرفتش العائله فين راحوا فين مشاو. ها هي دي النمره. السيل هادي شنو يمكن لك تقول الراي العام والمواطنين اللي كيشوفوك على المباشر الان معنا ممرو قناه فاس نيوز؟ اللي تنقول لهم وهو تنقول لهم الله يجزيكم بخير ويرحم لكم الوالدين ويعمل الله يشوف من حالكم الى ما وقفوا معايا. اللي تيعرف البنت ولا تيعرف العائله اللي عندها هذه البنت تبشرني بواحد البشره الخير، الله يجزيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. وبغيتوا تعاونوني ندخل غير من الشتاء ومن الغيث، الله يعمل ربي كلكم ولي ونصير، الله يشد فيكم وفي وليداتكم. هذا هو، انا ولد فاس وكانوا فاس تيرحمونا وكانوا تيعطيونا وبخير وعلى خير نكون عايشين في الحقبه ديالهم. واحد الحاج بن موسى، حاج محمد بن موسى، كان عندنا باب خوخر راه مازال دارو لدابا، والديبو ديالو تحت منا لدابا خاويه، وعنده ولاد تبارك الله شي سبعه الاولاد، الحاج حميد والحاج احمد والحاج عبد القادر والحاج عبد اللطيف، عنده ولادو بزاف وراهم كاين اللي فيهم مازالين فاس. كانوا تيصدقوا تبارك الله الخير مولانا، ما كانوش تيبخلوا حتى على واحد. هالفاس كانوا لا ولادهم كوار ولا ولاد بن جلود ولا ولاد اي فاسي، كانوا تيتعاملوا معنا الله يطول عمرهم. اللي مات الله يرحمه واللي مازال الله يجدو. هادي عاود الناس النمره ديالك، بين الناس النمره ديالك على المباشر عبر قناة فاس نيوز. نقدو بان النمره ديال السيل هادي هي هادي 06 49 82 38 01 06 49 82 38 01. اذا الرساله واضحه، السيل هادي ادى واحد العقوبه سلبا الحريه لمده 10 سنوات، سنه 1972 حتى سنه 1982 من العمر ديال من الحياه ديالو. خلى البنت ديالو شافها خطره واحده في عام 73 كانت عمرها شي 6 شهور ولا 7 شهور، كيقلب عليها الان هذه مده 50 سنوات كيقلب عليها دابا، ما عرفاش فين الناس اللي كانت جالسه عندهم في باب القيسه في دار اليهودي ولا في الرياض اليهودي، ما عرفوهمش فين مشاو. فين مشات؟ خداو البنيته، بغى يشوف غير بنته، وكيطلب من الله والمحسنين والناس ديال فاس والمعروفين الناس ديال فاس بالجود والكرم، كيتصدقوا كيطلب منه يشوفوا معاه ويشوفوا من حاله. ها الرقم ديالو اللي بغى يتواصل معاه، ها هو ده. اذا سي الحاج الهادي، غدا ان شاء الله عندك معنا موعد، ان شاء الله جينا ان شاء الله مع الواحده بعد الزوال يكون عندنا موعد مع سي الهادي الحاجي. كونوا معنا في موعد ان شاء الله. وكنذكر المشاهدين دائما اللي كيعرف شي حاجه على العائله اللي كانت ساكنه في باب القيسه في دوار اليهودي سنه 1972 حتى سنه